بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 69. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة 70 من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. نستأنف ما توقفنا عنده في باب صفة الصلاة. قال رحمه الله: عن عتبان قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. المأموم يتابع الإمام فيقتدي به، إنما جعل الإمام ليتم به، يعني يقتدى به، فتكون أفعال المأموم بعد أفعال الإمام. إذا كبر فكبروا ولا تكبر حتى يكبر، وإذا ركع إلى آخر الحديث، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع إلى قوله، وإذا صلى جالسا فصلوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. ففيه الاقتداء بالإمام، المأموم يقتدي بإمامه ولا يسابقه ولا يوافقه، وإنما تكون أفعاله بعد أفعال إمامه. نعم. وله في حديث أم سلمة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ومكث يسيرا قبل أن يقوم. قال ابن شهاب: فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. هذا الحديث فيه مشروعية صلاة النساء مع الرجال في المسجد، صلاة الفريضة وصلاة التراويح، صلاة الكسوف وما يجمع له، أنهن يشهدن الصلاة ويصلين مع المسلمين. وفيه أنه إذا سلم فإن النساء تبادر بالانصراف لأجل أن تخلي الطريق للرجال، ولا يحصل اختلاط بين الرجال والنساء في الطريق. فكيف بالذين ينادون الآن بالاختلاط بين الرجال والنساء، وتجلس المرأة إلى جانب الرجل الذي ليس من محارمها بحكم أن هذا مجلس احتفال أو مجلس محاضرة أو ما أشبه ذلك، فالنساء تكون على حدة وتنصرف قبل الرجال، ولا يختلط الرجال والنساء في الطريق. هذا فيه المحافظة على النساء. النساء لا تحرم من حضور مجالس الخير ومجالس الذكر، ولا تحرم من حضور صلاة الجماعة، ولكن مع الاحتفاظ بهن في مكان خاص، والانصراف أيضا ينصرفن قبل الرجال حتى يخلين الطريق للرجال. نعم. أحسن الله إليكم. أهمية أيضا إدراك النساء وفطنتهن لهذه الأداب الشرعية والعناية بها. لا شك، الصحابيات رضي الله عنهن هن القدوة لنساء الأمة، كنا في غاية الحياة والحشمة والوقار وتجنب أسباب الفتنة، فهن
في الدرجة العليا من هذه الآداب الشرعية، فهن قدوة لنساء الأمة. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عمرو بن سعد قال: سمعت عبد الله يقول: إذا جلس أحدكم في صلاته ذكر التشهد ثم ليقل: اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبادك الصالحون، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. نعم، هذا نوع من الأذكار التي تقال في الصلاة وبعد الصلاة. وكتاب الأذكار للإمام النووي كتاب مشهور وجامع للأذكار، فليراجعه المسلم ليستفيد منه في دعائه وأذكاره، ليكون ذلك موافقا لما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وثبت عنه. نعم. ولمسلم عن جابر بن سمرة قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. نعم، هذا فيه بيان وضع اليدين في التشهد الأخير، أنه يضع يديه على فخذيه ويقبض من اليمنى الخنصر والبنصر، يحلق بهما ويرفع السبابة، يشير بها إلى التشهد والوحدانية، ولا يومي بيديه. وأما اليسرى فيبسطها على الفخذ اليسرى إلى أن يسلم، ولا يشير بيديه وهو جالس في الصلاة، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. وفي رواية للنسائي: ثم يقول: السلام عليكم السلام عليكم. التسليم عن اليمين واليسار، السلام عليكم، يسلم على نفسه وعلى كل عباد الله خصوصا الحاضرين معه، السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين، السلام عليكم ورحمة الله عن اليسار، ويلتفت بذلك. نعم. وعن ابن مسعود قال: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. نعم، فيه أن الانصراف أنه لا يتحدد بجهة، ينصرف إن شاء عن يمينه وإن شاء عن يساره، أما الحجز بأن يكون عن يمينه دائما هذا خلاف السنة. نعم. ولمسلم: أكثر ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه، وفي لفظ: إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده. يلتفت إلى صاحبه بسلامه. السلام هذا ركن من أركان الصلاة، أما الالتفات به فهو سنة. نعم. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده. نعم، هذا فيه أنه السلام يلتفت بوجهه عليه الصلاة والسلام، ويبالغ في السلام عن يمينه حتى يرى بياض خده صلى الله عليه وسلم. نعم. وعند مسلم عن سعد: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم
يسلم عن يمينه وشماله حتى أرى بياض خده. نعم، لك الحديث الذي قبله أنه يلتفت في التسليم عن يمينه وعن شماله، لكنه يبالغ في سلامه عن يمينه حتى يرى بياض خده صلى الله عليه وسلم. نعم. وروى سعيد عن علي أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم السلام عليكم. نعم، كما مر أنه يسلم عن يمينه وعن شماله ويلتفت. نعم. وروى يحيى بن صاعد عن عمار يرفعه أنه كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن، وإذا سلم عن يساره يرى بياض خده الأيمن والأيسر. نعم، أنه يبالغ في الالتفات، هذا يدل على أنه يبالغ في الالتفات إذا نم بانتهاء الصلاة والانصراف. نعم. وعن أبي هريرة مرفوعا حذف السلام سنة، رواه أحمد وقال هو ألا يمد بها صوته. يحذف السلام بمعنى أنه لا يمد صوته به، وإنما يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، ولا يقول السلام عليكم ورحمة الله أو ما أشبه ذلك. نعم. ولأبي داود عن سمرة قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض. نرد على الإمام يعني إذا التبس عليه القراءة، إذا أغلقت عليه القراءة يردون عليه. نعم. وأن نتحاب فيما بيننا. نعم. وأن يسلم بعضنا على بعض إذا التقينا، وخصوصا بعد الصلاة يسلم بعضهم على بعض، وهذا حاصل الحمد لله. الآن كثير من المصلين يسلم على من يصافح مع من بيمينه ويصافح من على يساره من نشرا للمودة والمحبة. نعم. ولأحمد في حديث عائشة ثم يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا. نعم، هذه ركن، التسليمة الواحدة ركن، وأما التسليمة الثانية فهي سنة. نعم. وفي رواية تسليمة واحدة تلقاء وجهه. تلقاء وجهه يعني القبلة، يسلم ولا يلتفت للقبلة، ثم يسلم عن يمينه ثم عن يساره. نعم. وفي حديث علي وتحليلها التسليم. نعم، تكبير تحريمها التكبير يعني تكبيرة الإحرام، الصلاة يعني تحريم الصلاة هو التكبير تكبيرة الإحرام، وتحليلها التسليم يعني الخروج من الصلاة. نعم. وعن ثوبان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثة وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي كيف الاستغفار؟ قال تقول استغفر الله استغفر الله. نعم، هذا فيه بيان الذكر الذي يقال بعد السلام، أنه يقول اللهم أنت السلام، اللهم إنك أنت السلام بعد الاستغفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إنك أنت السلام، ويقول أصحابه ذلك، فالله هو السلام، والسلام من أسماء الله، السلام المؤمن المهيمن، هذا في القرآن من أسماء الله السلام، ولذلك لا يسلم على الله فيقال السلام على الله من عباده، وإنما يقال التحيات كما مر بنا. فالله هو السلام أي المسلم والسالم من النقص والعيوب. نعم. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت أسماؤك، فالبركة تنال بذكره سبحانه وتعالى. نعم. وله عن ابن الزبير أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله،
لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا فيه بيان الذكر الذي يقال بعد السلام، أنه يستغفر الله ثلاثا كما مر، يستغفر الله ثلاثا كما مر، ثم يقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. نعم. وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. بهذه الأذكار دبر كل، يعني بعد كل صلاة، حينما ينصرف من الصلاة فإنه يذكر بهذه الأذكار. نعم. ولهما في حديث المغيرة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، هذا كقوله جل وعلا: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ولا ينفع ذا الجد، يعني الحظ، مراد بالجد هنا الحظ، منك وهو الغنى والثروة، لا ينفع عند الله سبحانه وتعالى إلا العمل الصالح. الله جل وعلا ما ينظر إلى أموالنا وإلى ولا إلى أجسامنا، وإنما ينظر إلى قلوبنا وينظر إلى أعمالنا كما في الحديث. نعم. ولمسلم عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يعني لا يقعد في مكانه، مكان صلاته، بل ينصرف ويجلس في مكان آخر عليه الصلاة والسلام، إذانا بأن الصلاة قد انتهت. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وضعف مثوبتكم إلى هنا. نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس من دروس شرح كتاب الحديث، شاكر المقدر لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان هذا الشرح والبيان. نلتقي وإياكم إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وأنتم على خير، والسلام عليكم.